حضراتكم عبر الهاتف. سيادة العميد، أهلا وسهلا بيك، منورنا. يا سوزاني، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. بداية، بكرة مباراة مرتقبة، أول مباراة رسمية للمنتخب في عهد جهاز فني جديد، فمتوقع طبقا للي قريناه الحضور الجماهيري يكون كبير. كيف بتتم إجراءات التنظيم والتأمين بكرة؟ ان شاء الله بكره ميعادنا مع مباراه كبيره، مباراه مهمه في بدايه مشوار الكابتن حسام حسن، وممكن نقول مباراه بنكهه جماهيريه بعد حضور الجماهير بالساعه الكامله لمباراه نهائي الكونفدراليه ونهائي دوري ابطال افريقيا، المباراه ما بين المنتخب المصري ونظيره البوركيني في استاد القاهره الدولي في تمام الساعه 10 مساء، وبحضور جماهيري الساعه الامنيه الكامله لاستاد القاهره حوالي 53 تمام. الف مشجع. ان شاء الله الشركه الافريقيه والاطقم الامنيه جاهزين لاستقبال الجماهير مع الفتح الرسمي للابواب وهو في تمام الساعه 4، تمام، ومستمرين حتى قبيل بدايه المباراه حتى الساعه 10 في تمام، استقبال الجماهير. لغاية الساعة 10 الأبواب مفتوحة لدخول الجمهور، لكن بداية من 4 إن شاء الله. إن شاء الله بداية فتح الأبواب الساعة 4، تمام ويعني الغلق مع اكتمال الساعة تمام الأمنية أو مع بداية المباراة في على الساعة 10. هل وصل من خلال التنسيق من الساعة الرسمية 53 ألف كم عدد المشجعين أو كم عدد التذاكر اللي بيعت سيادة العميد؟ الحقيقة يعني المعلومة دي مش حاضرة معانا دلوقتي تمام لأن هي تخص الزملاء في شركة تذكرتي، لكن طبعا يعني إن شاء الله تكون جميع التذاكر يعني نفذت، لأن يعني طبعا مباراة مهمة ومباراة يعني مفصلية في مشوار المنتخب المصري. طيب، بكرة ماتش مصر والأبواب هتغلق بنهاية الساعة أو لغاية الساعة 10، في ماتشات الأندية على مستوى قاري برضو بيبقى الغلق قبل المباراة بساعتين ثلاثة، هل الموضوع بيختلف بالنسبة لكم كشركة تأمين فيما يخص مباريات الأندية ومباريات المنتخبات؟ لا طبعا، يعني هي نفس التعليمات الأمنية، هي برضو في المباريات الأهلي والزمالك الإفريقية كان الغلق يا إما بتمام اكتمال الساعة أو مع بداية المباراة، فإن شاء الله يعني في وقت كافي للجماهير. تمام، وبكرة طبعا يعني يوم حر إن شاء الله يكون يعني يعدي ويكون يوم جميل إن شاء إن شاء الله. الله. زي ما قلت لحضرتك احنا في أتم الاستعداد، الشركة الإفريقية عملت كل الاستعدادات، جاهزين إن شاء الله بأمر الله للخروج للمباراة من خلال تأمين أرض الملعب، يعني تم وضع خطة لتأمين أرض الملعب بحيث إن احنا نهيئ الأجواء المثالية للاعبين في أرض تمام. الملعب، وخصوصا في وجود يعني لعيبه يعني زي عالميين، كابتن طبعا يعني لعيبه عملي كابتن محمد صلاح، الكابتن تريزيجيه وغيرهم من باقي اللاعبين المنتخب، ان شاء الله يعني نوفر كل الاجواء الامنه ليهم تمام. سواء كان في ارض الملعب او في غرف اللاعبين. ايه خطه تامين هؤلاء النجوم وابرزهم محمد صلاح؟ لان شفنا النهارده وهي على الشاشه دلوقتي صور لبعض رجال الامن من الشركه الافريقيه برفقه محمد صلاح وهو نازل التدريبات، فايه خطه تامين محمد صلاح غدا؟ الحقيقه خطه التامين للشركه الافريقيه بتعتمد على منع تواجد غير المصرح ليهم في ارض الملعب. تمام، يعني ممنوع حد يتواجد في ارض الملعب غير اللي معاه تصريح التواجد، اذا كان يعني مصورين اللي هم بيغطوا الفوتوغرافي او ناس فنيين متواجدين في ارض الملعب لتنفيذ حاجه، غير كده مش مسموح. فبنعمل يعني منطقة أمنية معزولة تماما لتهيئة الأجواء لتأمين أرض الملعب ومنع اقتراب أي حد منها. الحقيقة مش بنحط خطة منفصلة تمام لتأمين كل اللعيبة على حدة، ولكن احنا بنحط في الأهمية ان منطقة أرض الملعب بالكامل اللعيبة ال 22 لعيب سواء ال 11 لعيب المصري او بوركينا او الحكام اللي تمام موجودين، المنطقة دي بالكامل هي منطقة هامة بالنسبة لنا ممنوع الاقتراب منها، مع الاستعداد التام لتأمين طبعا بعض اللعيبة اللي ممكن يكون عندهم يعني عليها يعني الناس بتتهافت على ان هي مثلا تنزل تتصور معاها او حاجة، تمام زي طبعا الكابتن محمد صلاح او بعض اللعيبة المحترفين الاخرين، ولكن ان شاء الله منطقة غرف اللعيبة والحكام ومنطقة ارض الملعب بتبقى جاهزة تماما من قبل المباراة بساعتين ومؤمنة تماما لتنفيذ بإذن الله. المباراة. بشكرك جدا سيادة العميد محمود القاضي رئيس العمليات في الشركة الافريقية المسؤولة عن تأمين
مين مباريات الكرة ومباراة الغد ما بين مصر وبوركينا فاسو.